السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، كما نرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. ورحب زميلي سلطان عيمي، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بنور أخوي عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، في حلقتنا اليوم مواضيع متنوعة وضيوف متميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة. بداية مشاهدينا الكرام، نعم، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث سيعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر، ويشهد العام الأكاديمي الجديد العديد من التغييرات والمستجدات محملة بأهداف ترمي إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز قدرات الطلاب في شتى المجالات. عبد الرحمن، نعم، والحديث أكثر عن هذه التغيرات المستجدات التي سيشهدها العام الدراسي إن شاء الله راح يكون معنا بإذن الله بعد قليل السيد أحمد إبراهيم الجفيري مدير مدرسة علي بن جاسم الثانوية البنين، وأيضا السيد فهد الغانم اللي راح إن شاء الله يتكلمون إن شاء الله فيما بعد. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود بعد لمتابعة حلقة الليلة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، نكمل ما تبقى من حلقه الليله، ونجدد ايضا الترحيب بضيوفنا اللي بنتكلم معاهم عن المستجدات التي سيشهدها العام الدراسي الجديد. يسعدنا يكون معنا في الاستوديو السيد احمد ابراهيم الجفيري مدير مدرسه علي بن جاسم الثانويه للبنين، والسيد فهد الغانم استشاري توجيه تاريخ قطر في اداره المدارس ورياض الاطفال. يا هلا ومرحبا بكم. يا هلا بك. يا مرحبا بكم. ابدا معك يعني استاذ احمد، بدايه لو نتعرف على خطتكم او خطه وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي في استقبال العام الدراسي بشكل جديد، وراح ان شاء الله باذن الله يبدا يوم الاحد، ونقول الله يعيننا ويعينكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. في البدايه ارحب فيكم وارحب في قناه الريان اللي اتاحت لنا هذه الفرصه ان احنا نقعد معاكم ونتكلم عن التعليم كأحد أبنائها. طبعا في كل بداية الخطط دائما تجي مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، فعلى طول ما شاء الله الوزارة شغالة في هذا الأمر، وبدت من العودة إلى المدارس في حملة اسمها حملة العودة إلى المدارس من 18 أغسطس ل 31 أغسطس، يعني تقريبا أسبوعين. اي تقريبا. فحلوه، فهاي كان التمهيد فيها طبعا تعرفوا الطلاب على اكتساب المهارات والتعليميه والثقافيه والترفيهيه كذلك، حتى كان عوده الموظفين الكل عارف الى 25 اغسطس في بدايه العام الدراسي كاجنده وضعتها وزاره التربيه مسبقه، اللي فيها طبعا الإجازات واللي فيها الاختبارات وموعدها وما إلى ذلك. فمن منطلق هذا الشيء استفادت الوزارة مع المدارس في عملها كخطط بناءة، إعطائها السياسات والقرارات اللي تتخذ والخطط لدراستها والإعداد لها بشكل جيد مع أبنائنا الطلاب. نعم. فهد، لو نتكلم يعني عن أهم المستجدات الخطط الدراسية للعام الأكاديمي 2024-2025 بالنسبة للمدارس الخاصة. نعم، بالنسبة للمدارس الخاصة احنا عندنا في قطر حوالي 25 منهج دولي، مثل المنهج الأمريكي والبريطاني والفنلندي والألماني والفرنسي، عدة مناهج دولية. نعم. طبعا هذه المناهج الدولية لها خطتها الخاصة المرتبطة بأنظمتها الدولية، وطبعا تقدم الإرشاد للطلاب وأولياء الأمور، وتقدم لهم التعريف عن هذه الخطط دائما مع بداية العام الأكاديمي. جميل جميل. أنا بدي أرجع للأستاذ أحمد، يعني
ممكن واحد يتسأل إيش الجديد في السنة القادمة أو السنة الدراسية هذه الحالية 2024-2025؟ يعني هناك في فصول متواجدة، تم تغيير طبعا تقويم الدراسة، كان في إجازة مثلا كانت نعم تكون في سهن في شهر ما بين مارس وإبريل، الحين صارت مثلا في أكتوبر، فأيضا راح مثلا يكون الفصل الثاني فصل طويل من شهر تقريبا واحد صحيح. إلى تقريبا آخر ستة، فكيف خطة المدرسة أو المدارس يعني بشكل عام في استقبال مثل الطلبة أيضا تهيئتهم وتنشئتهم أيضا للدخول في على قولتهم الجو الأكاديمي أو الجو الدراسي؟ نعم صحيح، إحنا دائما على ما يقولون عد العدة من البداية وعارفين الطلاب متى موعدهم، فمن دخلنا طبعا أول يوم دراسي على طول عدينا حق استقبال الطلاب في اليوم الأول، بالذات كيفية دخولهم من أي مخرج هذا كبداية، لأن خاصة احنا نتكلم عن طلاب الصف العاشر والطلاب المستجدين اللي جاوا مثلا من مدارس خاصة وأيضا من النقل الحكومي، طلاب الصف العاشر ما يعرفون أي حاجة في كبيئة جديدة بالنسبة لهم، خاصة نعم. مثل ناقلين مدارس خاصة يعني نعم. فنقل تكون نقلة نوعية نعم، وعندنا عدد كبير في هالمجال، فطبعا مخطط الطابور مسبق احنا عاملينه على اساس كل فصل مرتب حسب اللي موجود، يعني صف العاشر صف الحادي عشر سواء ادبي او علمي او تكنولوجي، وكذلك الثاني عشر بنفس الشيء، فهني يقوم مدير المدرسه بكلمه ترحيبيه وكلمه طبعا لابناء الطلاب، وفيها المواعظ وفيها من الارشاد وفيها أيضا بعض النصائح التربوية لأبناء الطلاب، ومن ثم دخولهم الفصول واستلامهم الكتب والجدول المدرسي كلكم عارفينها، وبعد ذلك يعني اللقاءات الودية، أحسنت اللقاءات الودية هذه، المرور على الفصول وتعريفهم بالقيادات الموجودة خاصة داخل المدارس، لابد أن يتعرف من هذا الأخصائي الاجتماعي، من هذا الأخصائي النفسي، المرشد الأكاديمي، النائب الإداري، وكل القيادات اللي موجودة من مؤسسة شؤون الطلاب وما إلى ذلك، لازم يعرفون أدوارهم ومن حتى اللي من اللي راح يتعامل معه، ومكاتبنا دائما مفتوحة، ويمرون طبعا على مرافق المدرسة، الطالب جاي ومو بعارف وين القاعة الرياضية، وين المختبرات، وين ما شاء الله المدرسة بالنسبة بيئة متكاملة، يعني بالنسبة حق اللي انتقلوا يعني نعم الثانوية اللي هي العاشر الحادي عشر الثاني عشر، أنا ما عندي أي مشكلة معهم لأنه خلاص ما عارفين الوضع بالكامل، نعم أنا على المستجدين يعني هو التركيز عليهم خاصة النقلين من المدارس الخاصة أو حتى النقل الحكومي ما بين نعم. مدرسة ومدرسة نعم. يعني. فهد لو نتكلم يعني المهارات اللي تدعمها المستجدات لضمان تطوير شخصية الطالب على مدار العام. طبعا المدارس الدولية يعني تركز على المهارات الحديثة في التدريس وتعليم الطالب، مثلا القيادة، الاهتمام بالبحث العلمي، أيضا استخدام التكنولوجيا في وسائل التعليم عشان يجهزون الطالب لمرحلة المدرسة عشان يستعد للمرحلة القادمة اللي إن شاء الله المرحلة الجامعية، يكون متهيئ من البداية عن طريقة البحث العلمي واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم. نعم، هل هناك تغيير في بعض الإجازات نصف السنوية ودوها إلى يعني تغيير في أشهر الإجازات، أم هي نفسها أو مرتبطة بالمدارس الحكومية؟ طبعا في تعميم أرسل من مكتب إدارة المدارس الخاصة لجميع المدارس الخاصة بالالتزام بأوقات الإجازات، وهذا منسق مع الوزارة. جميل، كيف الاستعدادات فهد بالنسبة للمدارس الخاصة يعني في استقدام يعني أو استقبال الطلاب خاصة في هذا الفصل، يعني بالنسبة للمناهج والتحديث والبنى التحتية الخاصة في المدارس الخاصة؟ نعم، احنا طبعا الإدارة أرسلت، إدارة المدارس الخاصة ورياض الأطفال أرسلت تعاميم للمدارس للاستعداد للعام الأكاديمي، وطبعا الاستشاريين في الإدارة يقوموا بزيارات ميدانية إن كانوا استشاريين إداريين أو أكاديميين للاطلاع على ترتيبات المدارس وتجهيزاتها ومتابعة مدى الجودة العمل التي تقدمها المدارس للطلبة. نعم أستاذ أحمد، لو نتكلم شوي يعني عن سؤال اللي يتردد عند الأهالي اللي هو يعني عن مدى أهمية المشاريع اللي يتم تكليف بها الطلاب في المنزل، تطلب مجهود يعني كبير من الأهل وكذلك في التكاليف والوقت لدى الطالب، خاصة أن أغلب الأهالي هي من تقوم بتنفيذها.
أنا كوني طبعاً في مرحلة ثانوية الواجبات المنزلية ليش سموها واجبات منزلية؟ نعم. يعني على أساس أنها تحل مثلاً في الصف أكيد في المنزل. نعم. نعم. بس إحنا دائماً اجتماعاتنا مع معلمينا واجتماعاتنا دائماً تتركز على التقليل، وأهم حاجة المشاريع أن تكون داخل الصف بقدر الأمكان. وخاصة مثل ما أنتم عرفتوا أن حين مددوا الحصص الدراسية للمستوى العاشر والحادي عشر والثاني عشر حتى يوم الأربعاء والخميس كان تقريبا الساعة 12:30، استوى الآن 1:30 مثل من الأحد إلى الخميس نفس الدوام، بزيادة طبعا حصة التربية البدنية والمهارات البحثية. ولذلك خففنا احنا أعباء الواجبات بقدر الأمكان أنه يكون داخل المدارس، بحيث أنه ما يكون عبء على الطالب خارج المدرسة أو في المنزل، بحيث أنه يكون واجب خفيف مثلا في أهمية، وخاصة من الاختيارات المتعددة مثل ما أنتم عارفين سهل، وفي نفس الوقت يعني ما يعطي جهد كبير يعني الاختيارات، وتعتمد على ذكاء الطالب ومهاراته. وهذا صراحة يعني بادرة طيبة بالنسبة لكم، يعني مدارس حكومية ونفس السؤال ونفس السياق في المدارس الخاصة. فهد، يعني مثل ما تفضل أخوي سلطان وسؤال الأخ أحمد، إنه في يعني واجبات، في تكليفات تقام في 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 المنازل بالنسبة أو تعطى للطلاب، بحيث إنه ممكن تأخذ يعني كل وقته، لكن أغلب أولياء الأمور يعني في بعضهم ما يلام إنه يقول هم اللي يقوم فيها أو اللي يقوم فيها، يعني بحكم إن هذا الطفل يتعب يعني في طول يوم دراسي طويل، يمكن ما يفهم على مثلا هذه المادة ما يقدر، فيضطر مثلا ولي الأمر أو والدته أو المسؤولة عن الطفل أن مثلا تحل أو تساعده في هذا الحل. بالنسبة للمدارس الخاصة، هل في أيضا خطة أو توجه لتخفيف هذا العبء بحكم أن هناك أيضا زيادة في الحصص الدراسية، بحيث أنه يكون تخفيف للتكليفات المنزلية؟ بشكل عام المدارس الدولية تقدم أنشطتها بما يخص منهجها بالطريقة التي تناسب المنهج الدولي. نعم. طبعا المدارس تراعي الفروق الفردية لدى الطلبة في توزيع المهام وفي توزيع الأنشطة. نعم. ومثل ما قلت لك في البداية أن التعلم بالأنشطة والتعلم أن الطالب يتعامل مع زملائه ويبحث عن المعلومة ابتعادا عن التعليم الطريقة التقليدية، هذا يجهز الطالب ويأسسه من البداية في المراحل التعليمية الدراسية لما يدخل إن شاء الله للجامعة يكون مستعد للطرق الحديثة في البحث العلمي. يعني في هذا الحين بعض الواجبات المنزلية تكون يعني عبء، خلنا نقول في بعض، خلنا نتكلم عن المدارس الخاصة، نتكلم في نفس المدرسة هي عندها أكاديمية أيضا لرياضة، فتلقى الطالب يتأخر إلى الساعة 3:30 أو الساعة 4 مساء بحكم رياضته. يعني المستقبل مستقبلين، عنده مستقبل رياضي. صحيح. وأيضا مستقبله الدراسي. هل أنتم في المدارس الخاصة أو كوزارة التعليم تراعون هذه الفئة، أو تحاولون قد ما تقدرون تساعدونهم بغرض أنه يكمل عامه الدراسي متفوق وأيضا يكون طالع للرياضة بشكل مميز؟ أكيد طبعا هذه الأنشطة لازم تكون يعني تناسب جميع الفئات العمرية وتناسب الطالب في جميع مستوياته، ولازم المعلم في البداية يكتشف شنو هي المهارة أو شنو النشاط اللي لازم يقدمه للطالب عشان يبرز مهاراته. طبعا احنا من إدارة المدارس الخاصة ورياض الأطفال احنا نركز على موضوع الأنشطة التي تخص القيم القطرية. نعم. وعلى أن يشاركون في، وإحنا طبعا عندنا تعاون من الوزارة مع وزارات الأخرى في الدولة والهيئات. نعم. لتنمية الحس القيمي لدى الطالب. نعم. احنا ممكن وصلنا يعني ختام يعني هذه الفقره. سؤال اوجهه للاخ احمد، يعني فيما يتعلق بمنصه التعليم، يعني يشتكي بعض الاهالي ان في استمرار التقييمات عليها حتى بعد انتهاء يعني التعليم عن بعد، خاصه مع وجود اكثر من طفل، يعني هذه اشكاليه صار لها فتره طويله موجودة. يعني صحيح. والى الان موجوده، تم حلها لكن يمكن بشكل يمكن مؤقت او بشكل يعني غير المرجو، يعني حتى أولياء الأمور إلى الآن متضايقين في هذا الموضوع. يعني كيف ممكن ترد، وهل يمكن الحل هذه الإشكالية أو لا؟ طبعا بعد
سماع الأهالي لهذا الشيء ومطالبة دائما باستمرار خاصة في الوسائل الاجتماعية، أنتم كلكم عارفين يطالبون بالحذف هذا الشيء، لكن هذا أنا أقول أن هذه أمور خاطئة، فإحنا قللنا منها واستجابوا أصلا الوزارة لهذا الشيء، فقللوا إحنا بالنسبة للثانوية، فكانت الواجبات على المنصة منصة التعليم الإلكتروني كثيرة، فصار الحين لكل مادة بعد يعني ضغوط الأهالي والاستماع لهم وكذا قللنا، خلينا من واجب واحد لكل مادة في الأسبوع، والواجب في المادة الواحدة لك يوم كامل عبارة عن سؤالين، وهذا السؤالين من اختيار متعدد، يعني عندك يوم كامل وحتى لو لكل مادة سؤالين فقط من اختيار متعدد وفي الأسبوع فقط إيه في الأسبوع فقط يعني يعني عشان نوضح للمشاهد ولك يوم أمر. كامل وإذا بعد عندك عذر خلينا لك إياه لثاني يوم، يعني مخفف وما ياخذ أعتقد الوقت الكبير. عذرا يا أستاذ أحمد، ممكن الولي الأمر يسأل يقول إيش الفائدة طبعا من هذا الشيء، يعني هو أصلا في في الصف الدراسي ياخذ وله تكليف مثلا منزلي وغيره، فيقول لك ليش هذا الضغط او هذا الضغط سواء على الطالب او حتى يعني على ولي الامر نفسه انه بحكم تنزل مثل هذه الاسئله بحيث تدخل في موضوع التقييم وغيره. انتم كلكم عارفين موضوع الجائحه الله لا يعيدها علينا، والله ذيك الوقت يعني تخيل ان الطلاب يتمون بلا تعليم، بالعكس هذا الشيء اللي صار أفاد الكثير، حتى لو كانت فيها أخطاء من البداية صحيح. أو مشاكل استوت، ما أقول لك ما استوت، لكن في النهاية الاستمرارية تدارك لأمور ثانية لا قدر الله، إحنا مو بعارفين بكرة إيش راح صحيح. يصير، فبالعكس أنا ما راح أوقف من التعليم، راح أستمر التعليم عن بعد، حين تمكنه تقريبا شريحة كبيرة منها صحيح. حتى الأهالي اللي ما كانوا يعرفون تعلموا يعني إحنا ما كنا نجيد بهذا الشيء فصرنا قصبا علينا لأن كان في ظرف قاهر يعني نعم صحيح، أنت ما تدري إيش راح يصير يعني نعم. يمكن الجائحة ترد، إحنا نسمع عن بعد الحين القرود و جدر الله يعلم بعد الله يكفينا الشر في المستقبل الله يكافينا يعني الشر، وهذا صراحة الوزارة بالعكس جزاها الله خير نعم. إنها هي خلت هذا الشيء استمرار حتى الواحد ما ينسى، وسبحان الله ممكن معرض لأي وقت، فخلتها الاستمرارية بشكل مبسط يعني ما عطت إنه بشكل كبير حتى الواحد يبذل جهد، مثل ما قلت لك هو سؤال لكل مادة في الأسبوع مرة أو الأسبوع مرة مادة واحدة مادة واحدة سؤال واحد عبارة عن سؤالين عفوا عبارة عن اختيار متعدد ما فيه كتابة، وممكن حتى كمشاريع مثلا للطلاب اللي تعطى المشاريع يعملها الحين في الصف مع المعلم يعني ما هو سؤال مادة المهارات حلت المشكلة. سؤال أستاذ أحمد يعني قبل ما انتقل لأخي سلطان ايه؟ نوضح للسادة المشاهدين ليش وجد هذا الموضوع، وانت يعني الله يعطيك العافية والله يجزاك خير ويضم جهودكم وجهود الوزارة تبينون ان هذا الشيء لصالح الطالب ولصالح ولي الامر، في حيث لا سمح الله وجد ظرف طارئ مثلا او ظرف قائر مثل اللي صار في مثلا في جائحة كورونا، أن يكون عنده متعلم ويكون عنده منصة موجود فيها ويقدر يتكلم أو يتكمل تعليمه مباشرة في حال وجود ظرف لا سمح الله. تخيل أن التعليم يتوقف. صحيح. نعم. وصلت. إلى متى؟ جائحة إلى جائحة. نعم. جائحة إلى جائحة، ما تدري المستقبل إيش راح يصير. نعم. جائحة التعليم يعني لا تعوض، يعني خسارة كبيرة جدا يعني لأجيال قادمة وأبناء المستقبل يعني. وإيش يكون فيها بدائل أكثر من هذه؟ صحيح. نعم. فهد كلمة أخيرة توجهها بمناسبة يعني العام الدراسي الجديد الأحد، بنلقاك أول مستقبلين للأطفال. والله إحنا طبعا نهنئ الجميع بهذا العام الأكاديمي الجديد من الطلبة ومن أولياء الأمور ومن إدارات المدارس والمعلمين وموظفين الوزارة الجميع، وإن شاء الله يكون عام خير على الجميع، وإن شاء الله نشوف المستقبل فيه بإذن الله. أستاذ أحمد كلمة أخيرة. أنا أحب أني أشكركم أول شيء، وأشكر طبعا كل ولي أمر حريص على تعليم ولده، وأطلب منهم إن شاء الله التعاون مع إدارات المدرسة حتى يكون هذا لصالح الجميع وتعليم متفوق، خاصة من مصاف أصبحت دولة قطر من مصاف الدول المتقدمة في التعليم جودة التعليم، ففي معايير قاعد نحققها احنا دائما
وابدا ويعني ويعطيهم الف عافيه. احنا نبغى رساله لاولياء الامور خاصه يعني. اي هذه انا يعني دائما كلمتي متوجهه لاولياء الامور. التعاون مع اداره المدرسه راح تحل الكثير من الامور. فولي الامر طبعا ما يتحمل لو في اي حاجه، دائما في تذمر، دائما في، لكن لو كان في تعاون مستمر وفي ما شاء الله، انا اقول الطبقه الاكثر يعني النسبه الاعلى متعاونين، لكن تبقى هذه الفئه القليله ان شاء الله ان الله يهديهم ويتعاونون اكثر. الله ما من يعني وليس الامور كثيره يعني بحكم انكم شو محايدين يعني، هو يمكن التدمر يعني لصالح الطفل نفسه او صالح الابن نفسه او الابنه نفسها، بحيث انه يوصل الرساله ان مثلا في مثلا غلط في الموضوع، في ملاحظة مثلا في الموضوع، وانتم يعني بدوركم ما تقصروا يعني، بحيث انكم في اجتماعات اولياء الامور، بحيث ان في اجتماعات دورية، اي ملاحظات مكتب مكاتبكم دائما مفتوحة، وهذا اللي احنا نوصله لهذه مثل ما ذكرت هذه الفئة اللي احنا نتكلم عنها يعني. التذمر بدأ من الآن، يقول لك الحين هذا الثانوي ليش عطيته أربع وخميس خليته للساعة واحد ونص، الحين أولياء الأمور والله ما يلومون، هذا حديث المجالس والله ما يلومون أستاذ أحمد صراحة يعني من سبع لين واحد ونص هذا وقت طويل بالنسبة للطالب، تقللون تزيدون. احنا بالعكس قاعدين نقول الشيء اللي استوى يعني زيادة الحصة التربية البدنية، انت عارف طلابنا وعارف صحيح. مجتمعنا وعارف ايش قاعد يصير. الله يكون ما في اكل صحي، ما في رياضة، ما في، بالعكس هذه تعطي لياقة بدنية عالية وفكر عالي. وبعدين مادة المهارات مطلوبة اكثر، يمكن اكثر شيء. ليش؟ لان احنا عندنا العادات شخصية عيالنا في الأسر، احنا ما يعتمدون على نفسك عليها سيد أحمد. احنا وصلنا يعني هذا الختام، نشكر السيد أحمد إبراهيم الجفيري مدير مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، وأيضا الشكر للسيد فهد الغانم استشاري توجيه تاريخ قطر في إدارة المدارس والرياض والأطفال بوزارة التربية والتعليم. الصحة الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله في العام الدراسي الجاي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعد لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نرجع ونكمل ما تبقى من الحلقه، لكن اليوم نتكلم عن التوعيه، دور توعوي مهم تقوم به جمعيه المهندسين القطريه لشرائح المجتمع المختلفه من خلال عقد المحاضرات وتنظيم المؤتمرات، وفي الوقت ذاته تبذل جهدا مشكورا في دعم الصغار وتعريفهم بالهندسه للالتحاق بهذا المجال مستقبلا. يا عبد الرحمن، وللتعرف اكثر عن ما تقوم به الجمعيه ضمن هذا الاطار، يسعدنا ان يكون معنا في الاستديو المهندس خالد احمد النصر رئيس جمعيه المهندسين القطريه. مرحبا بكم استاذ، مرحبا مساكم بخير، الله يحفظك ان شاء الله. جزاك الله خير، يا مرحبا بكم ان شاء الله. في البدايه نتكلم عن ادوار التوعيه التي تقوم بها الجمعيه في توعيه شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المختلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا في البداية أحب أبارك لجميع مهندسين قطر على حصول جمعية المهندسين القطرية على جائزة التميز والإبداع الهندسي في خدمة الهندسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. هذا بعد جهد كبير صراحة بذلت جمعية المهندسين، وخاصة في توعية يمكن الجيل القادم في أهمية الهندسة في حياة الإنسان. طبعا كانت الخطة الأمرانية لسنة 2030 من الخطط المتميزة وأهم يمكن نواحي هذا التطور، يمكن التطور البنية التحتية والتطور العمراني. لذلك جمعية المهندسين بالتعامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ارتعت أن كثير من فئة الشباب يدخلون في المجال الأدبي، وإحنا نبي نخلق توازن بين اللي يدخل في المجال الأدبي والمجال العلمي خاصة في مجال الهندسة. وبالتالي تم إنشاء فرق عمل من مهندسين ومهندسات يزورون كل مدارس قطر ويحثون الطلبة على دخول المجال الهندسة في كل التخصصات، سواء هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية، يمكن الأمن السبراني، هندسة حاسب آلي. نعم. فبالتالي نحث الطلبة خاصة إذا عرفوا أن القرض يمكن من الدراسة والاستقرار هو طبعا تأمين المستقبل، وبالتالي إذا حصل كانت فرص العمل للمهندسين أكثر من التخصصات الثانية، فبالتالي نحثهم عشان نسوي توازن، وبالتالي
نقدر فعلا نطبق خطه او الخطه العمرانيه لسنه 2030 على ارض الواقع. المبادرات التوعويه جدا مهمه صراحه. احنا يمكن من النقاط المهمه شاركنا في اكسبو 2023 البستنه اللي استمر تقريبا 6 شهور. احنا بكل امانه كانت عندنا الانشطه يمكن 3 ايام 5 ايام احيانا اقصى شيء اسبوع، الدورات التدريبيه تستمر اسبوع، لكن اول مره نشارك في نشاط يستمر لمدة 6 شهور. نعم. صبح و... ومساء. نعم. وحتى في الويكند، فاستمرينا 6 شهور سوينا في من ضمن المنطقة الدولية جناح باسم الاتحاد الهندسي الخليجي وباسم جمعية المهندسين القطرية. نعم. هذا الجناح في 4 مناطق، في منطقة تعليمية ومنطقة ترفيهية ومنطقة ألعاب ومنطقة مجالس للطلبة. نعم. وسوينا زيارة لطلبة المدارس كلهم نوعيهم بأهمية الهندسة في تطوير الزراعة. تكلمنا عن الزراعة الرأسية والسمارت إيريجيشن سيستم اللي هو نظم الري الذكية، تكلمنا عن استخدام الروبوتات في الزراعة، وبالتالي زارونا 89 مدرسة بنين وبنات، وبالتالي أصبح جناح جمعية المهندسين القطرية في المنطقة الدولية أكثر جناح زيارة وسط 80 دولة شاركوا فيه. ما شاء الله عليك. وهذا النشاط بكل أمانة يمكن يدل على أهمية يمكن مهندسين قطر وتفاعلهم. نعم. ورد جزء من جميل قطر يمكن على المهندسين وعلى المواطنين بصفة عامة. نعم. كذلك من المبادرات اللي سويناها يمكن من مبادرات النوعية، يمكن احنا قاعدين الآن قلنا غير زيارات المدارس، صارت توأمة بين جمعية المهندسين القطرية وكلية الهندسة في خدمة وتوعية يمكن الطلبة المقبلين على الهندسة. وهذا شيء مهم ابو احمد، لان ايش مثل ما ذكرت يعني دور جمعية. نعم. المهندسين القطرية يعني اي واحد يقرا الاسم خلاص يحط في باله مهندس مثلا معماري او مهندس مثلا مدني. نعم. نعم. فهذا شيء طيب تقومون فيه بحيث ان توعيه لا في جميع مختلف التخصصات الهندسيه موجوده، بحيث الكهربائيه والميكانيكيه وحتى الامن السبراني او هندسه. صحيح. نظم المعلومات موجوده ايضا يعني، فهذا شيء طيب يعني. ممتاز. واحنا كذلك يمكن زدنا هذه وتشعبنا أو حطينا أهداف أكثر. يوم مع كلية الهندسة. نعم. احنا شاركنا وقلنا نبي نستهدف أكبر فئة من المواطنين، فقلنا بخلاف زيارات المدارس اللي نروحها قلنا ليش ما نسوي أسبوع نسميه أسبوع الهندسة ونستهدف فيه اللي داخلين الخدمة الوطنية، خاصة احنا عارفين أن اللي يتخرجون من الثانوية العامة تقريبا يوصلون لألف وخمسمية شخص. نعم. وكلهم يدخلون الخدمة الوطنية، وبالتالي ليش ما نسوي لهم أسبوع في الأكاديمية، أكاديمية الخدمة الوطنية. نعم. إحنا جمعية المهندسين بالتعاون مع كلية الهندسة وخاصة الآن يمكن بالقيادة المميزة للدكتور خالد كمال ناجي صارت توأمة قوية مع جمعية المهندسين، ونسوي أسبوع نعلم الطلبة يمكن من البداية كل يمكن مفاهيم الهندسة وتخصصاتها. نعم. وهذه الفئة بكل أمانة كثير منهم تعرفين أنهم مخلصين الثانوية. نعم. وبعضهم يقول لك أنا بروح مثلا القوات المسلحة أو الداخلية أو بروح قسم أدبي، لكن من هذا الأسبوع التوعوي نحث كثير منهم على دخول المجال العلمي وخاصة الهندسة مثل ما قلت في كل التخصصات. صحيح. وهذا شيء طيب يعني صراحة يعني جداً. خاصة أنك تنوع أو أنك تنوع وتوعي حتى الطلاب مثلا، هذا التعاون المثمر بينك وبين أكاديمية الخدمة الوطنية بحيث أنه يطلع مثلا من خدمة موجود لا خلاص يطلع ففي فكر ثاني وفي توعية ثانية بحيث توجه إلى الهندسة. لكن ممكن السؤال مهندس خالد يعني كيف ممكن تنوهون أو تقومون بهذه الورش بحيث أن الهندسة أو مجال الهندسة بشكل عام يعني معقد بشكل عام، فيها رياضيات وفيها مواد غيرها، فكل فئة لها طبعا متطلبات غير في تقديم هذه الورش. يعني أكيد مثلا الابتدائية غير، في الإعدادية والثانوية غير، وحتى الطلاب الجامعيين اللي مثلا ناوي يدخلوا مثلا في كلية الهندسة بشكل عام أكيد لهم ورش غير، فكيف تقدمون مثل هذه الورش البسيطة بحيث ما يكون فيها تعقيد وبنفس الوقت ما يعني يضيق الواحد منها بحيث انه لا يمكن هذا التخصص صعب انا ما اقدر عليه او انه يمكن ما يحبه ويدخل مثلا في 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 هذا الفكر وهذا التنازع بينه وبين التخصصات الثانيه. اي نعم. طبعا احنا بكل امانه يمكن مثل ما ذكرت الجائزه، جائزه التميز والابداع الهندسي على مستوى دول مجلس التعاون. ايه. هذا دليل على ان احنا قاعدين
يمكن نخدم كل القطاعات والتخصصات الهندسية. بما أنك ذكرتها يعني كلمنا عن معاييرها، يعني أشوف ذكرتها يعني أكثر من مرة بهذه الجائزة، يعني أنتم حصلتوا عليها لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن إيش معاييرها بحيث أن تم حصولكم على هذه؟ الله يسلمك، إحنا عندنا ملتقى هندسي خليجي يتم كل سنة في دولة خليجية مختلفة، وكل سنة يكون فيها نتكلم عن يمكن موضوع معين مثل الاستدامة في المشاريع، فيتقدمون على مستوى دول الخليج المشاريع الصديقة للبيئة، وتكون لجنة خليجية وتختار أفضل مشروع يمكن صديق للبيئة على مستوى الخليج. نعم. يتكلم على تقنية الذكاء الاصطناعي، يتكلمون عن أهمية المشاريع في الذكاء الاصطناعي، ويتكلمون ويتنافسون دول الخليج في المشاريع هذا، من ضمنهم يمكن بعض المباني المتميزة في قطار ملاعب كأس العالم شاركنا فيه وحصلوا جائزة. هذه يتم على مستوى المشاريع اللي نفس تخصص الملتقى يتتنافس مع بعض على مستوى الخليج وتحصل جائزة. جائزة التميز هذه للمؤسسات، إيش كثر تعطي، إيش البرامج، إيش تفاعل المجتمع معاها، وكثر إحنا حصلناها هذه بناء على التنوع. يمكن يعني الوقت قليل جدا الآن وإحنا قاعدين نتنوع، يمكن بشكل مختصر يعني ذكرت أنت شغلة مهمة، شلون الآن طبعا عندنا اختلاف الطلبة من الابتدائي والإعدادي، شلون إحنا عندنا طبعا معايير مثل لما تكلمنا على سبيل المثال يعني الهندسة الزراعية. نعم. لما نتكلم الآن الطلبة خاصة لما الابتدائية ما تقدر تكلمهم في التقنيات الهندسية. صحيح. وتقول مصطلحات هندسية صعبة، وبالتالي لابد أن نبسط الفكرة على أساس توصل. لما نقول والله إحنا نستخدم طريقة ري ذكية تقلص أو ترشد استهلاك الماي بنسبة 90%، وبالتالي نسبة كبيرة جدا، وبالتالي توفر الماي، والماي الآن أصبح ثروة يمكن جدا مهمة في العالم ككل. صح. نتكلم عن الآن الأراضي، طبعا أنت عارف كل الأراضي صارت غالية، وبالتالي لما يكون في زراعة رأسية تسوي 21 ضعف المساحة الطبيعية، وبالتالي توفر يمكن الآن تعرف أسعار الأراضي ارتفعت. صحيح. نعم. وبالتالي لما تزرع زراعة رأسية الآن في اليابان يمكن منتشرة، يمكن أبراج صايرة على زراعة. نعم. رأسية، وبالتالي مساحة صغيرة تحصلك إنتاجية. لما توصل الفكرة هذه بطريقة مبسطة يمكن للابتدائي والإعدادي، وإحنا نزيد يمكن إحنا ذكرنا الآن يمكن إحنا كنا من الأوائل اللي قبل كأس العالم. أي. سوينا مؤتمر اسم الهندسة الرياضية، ما حد إحنا مثل ما قلت لك نغطي كل المجالات الهندسة الرياضية. تكلمنا عن تقنية الفار، تكلمنا عن. نعم. السنسر اللي يحط الكورة يعرف مجالها إذا تعدت خط المرمى ولا. نعم. لا تكلمنا عن يمكن كلها محتاجة هندسة وإلى خطوط 3D تبين مدى اجتياز الكرة. بالضبط يا سلام، بالضبط مثل السنسر يحسب لك مدى. نعم. اجتياز. والأهم أن ممكن نفحص اللعيبة وراح تتفاجأ، نفحص اللعيبة ونعرف إذا كان راح يصاب في المباراة الجاية ولا لا، ونعالجه قبل الإصابة. جميل. فنستغرب تقول شلون هذه الطريقة، هذه الله يسلمك أن احنا نفحص الجسم ونشوف ضمور العضلات، فإذا كان في ضمور في بعض الأجزاء معناته محتاجة تقوية قبل لا يصاب في المباراة الجاية، لأن هذول يكلفون ملايين، فكل يمكن يوم يكلفك ملايين، وبالتالي نعالجه قبل لا يصاب، حتى لو ضربة كانت قوية يقدر يتخطاها ويؤدي في الملعب. جميل. هذه يمكن الرياضية. لكن احنا مثل ما ذكرنا حلبة لوسيل على سبيل المثال. نعم. في هندسة الكترونية متطورة جدا. نعم. ممكن من افضل الحلبات على مستوى كاس العالم للتقنيات الهندسية. نعم. الإلكترونية. نعم. ففي مجالات متعددة. الله يعطيكم العافية، جهود كبيرة صراحة. الله يبيض وجهك، والله احنا داهمنا الوقت، ودنا نسولف معاك اكثر واكثر يا ابو احمد، الله يعطيك الصحة والعافية. جزاك الله خير، ومشكورين على جهودكم اللي انتم تقدمونها لنا. بيض الله وجهك. انا بكل امانة عندي شكر خاص لقناة الريان ولكم بالذات لتسليط الضوء على أنشطة جمعية المهندسين وتفاعلها في المجتمع، وهنا يهمنا أن نخدم أكبر فئة ممكنة من يمكن، وخاصة نركز على القطريين إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله، هذه جهود كبيرة إن شاء الله راح نشوف أثارها إن شاء الله في بارك الله فيكم في قريب العاجل بإذن الله. نشكر المهندس خالد بن أحمد النصر رئيس جمعية المهندسين القطرية، شكرا لك أستاذ خالد، وأيضا لجميع المنتسبين لهذه الجمعية المميزة. جزاكم الله خير، وإن شاء الله نلتقي في برامج جديدة، ونشكر مرة ثانية قناة الرياض. بإذن الله. بيض الله وجهك، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل مباشرة إلى مكتبة قطر الوطنية مع ندي بقناة الريان مشعل حسن. مشعل ساك الله بالخير، تفضل الكلمة عندك.
اولا امسي على زملائي بالاستديو، امسي عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم انا موجود معكم في مكتبة قطر الوطنية، حيث نغطي لكم حفل تدشين تميمة مكتبة الأطفال رملي. كما تعودنا دائما أن الإنجازات في دولة قطر لابد أن يكون لها تميمة، مثل لعيب في كأس العالم وأيضا تميمة كأس آسيا اللي كانت ويانا من 2011 وكبرت ويانا في 2023. وبالتأكيد أن اليوم راح يكون تدشين تميمة رملي. للحديث أكثر عن هذا الثعلب يسعدني أن يكون معي السيد إبراهيم البشري. يا هلا يا هلا يا هلا حبيبي، ويا هلا فيكم أهلي في قناة الريان. كيف الحال؟ شو أخباركم؟ ونورتونا في مكتبة قطر الوطنية. الله يسلمك. احنا طبعا نتكلم عن آخر ويكند قبل الدراسة، ونتكلم عن هذا الإقبال الكبير والجميل. ودنا لو تعطينا فكرة عن حفل التدشين، وتعطينا فكرة أيضا عن هذه التميمة اللي أطلقتوها اليوم. حاضر، من عيون ثنتين، بارك الله فيكم. أولا ليش هذا اليوم؟ طبعا لأن قبل المدارس المدارس الأسبوع طبعا من يوم الأحد راح يبتدون حبايبنا الأطفال إن شاء الله، وحبينا نسعدهم إن شاء الله من خلال إطلاق هذه التميمة. طبعا إحنا الحفلة ما جت يعني اتفقنا قبلها بيومين ولا ثلاثة، هذه الحفلة جهزنا لها تقريبا صار لنا تقريبا يمكن أسبوعين ثلاث أسابيع. لو تدخلون على حساب مكتبة الأطفال في الانستغرام راح تشوفون أن احنا قاعدين نقط مثل ما يقولون ما يسمونها تيزرز، يعني لمحات عن التميمة، والأطفال كانوا يتجاوبون وحابين يعرفون من هذه، من هو صديق المكتبة الجديد. احنا قدمناه كصديق للمكتبة الجديد أكثر من هو تميمة. فالحمد لله مع الوقت احنا مجهزين حفلة الحمد لله يعني تقريبا حق 300 شخص، ومثل ما تشوف حضروها حضروا اكثر من 500-600 شخص، ربي لك الحمد. هذا اندلدل على نجاح باهر، على استعداد مكتبة قطر الوطنية لتدشين هذه التميمة. وكما ترى الحمد لله الكل شايل اقنعة رملي، هداياه، الاكياس، عندنا بازل، عندنا استكرات، عندنا اكتيفيتي بوك جميلة ورائعة، من خلالها الطفل يستطيع ان يتحدى نفسه، يرسم ويلون ويحاول أن يحل الدهاليز ويحل الكثير من الألغاز إن شاء الله. يعني في هذه الشرطة الصغيرة فيها الكثير من الأشياء الجميلة والتي إن شاء الله سيستمتعون فيها. من هو رملي؟ رملي هو ثعلب صحراء ودود جدا. ليش ثعلب؟ أنا ودي أعرف. طبعا إذا فكرت بالحيوانات المحلية القطرية، ثعلب الصحراء ترى إحنا اجتمعنا مع وزارة البيئة وجلسنا معاهم وحاولنا نعرف شنو الحيوانات المتوفرة في البيئة القطرية، وشد انتباهنا ثعلب الصحراء. والحلو في ثعلب الصحراء انه هو يعني مو اجريسيف وايد، يعني مو يعني شرير ويهاجم وما شابه، في نفس الوقت فضولي. احنا حبينا كلمه فضولي وايد، انا عجبتني ان الثعلب تعرف فضولي شويه. فمسكنا هذه النقطه، احنا مكتبه والمكتبه دائما نحاول ان الطفل نثير فضول الطفل عشان يعرف يفتح الكتاب ويقرا وما شابه. فسبحان الله مع الوقت ومع البحث وصلنا لتميمة المكتبة، ألا وهو رملي صديق المكتبة الجديد. باختصار شديد احنا نحاول من خلال تميمة المكتبة رملي ان نقول للأطفال حياكم مكتبة قطر الوطنية، ترى هذا نقدر نبيكم تعتبرون ان هذا بيتكم الثاني، ونحاول من خلال رملي نحفز الأطفال ونشجعهم على القراءة والبحث والمعرفة ان شاء الله. وطبعا ان شاء الله راح تشوفون رملي مو بس هنا بالافتتاح، راح تشوفونه في الكثير من الفعاليات نقدم في مكتبة قطر الوطنية العديد من الفعاليات الجميلة والرائعة. مثل أنا أقدم كل يوم اثنين الساعة 4 وقت الحكاية الحمد لله أنا معروف كراوي للقصص، وأيضا عندي كل مو كل أربعة تقريبا مرتين في الشهر عندي الراوي الصغير. احنا قاعدين نحاول ننتج مجموعة من الأطفال من رواة القصص من خلال برامج المكتب، وعندنا نوادي كتب والعديد من الفعاليات، وإن شاء الله رملي سيتواجد فيهم كلهم بإذن الله الواحد الأحد. الأسئلة بعد اللي أثارت فضولي، بما أن الثعلب نفسه عنده فضول احنا بعد عندنا فضول كلنا. جميل. ودي أعرف ليش سميتوه رملي؟ يعني أنا شفتكم حطيتوا هنت في أو تلميح أن شوفوا اسمه، خمنوا اسمه، كان فيه ثعلوب، كان فيه كذا، ليش رملي؟ والله يعني أول ما خطر ببالنا يعني حبنا لها الأرض اللي احنا فيها، وهو ثعلب الصحراء. احنا نحب أرض الدوحة، بس خلنا نكون صريحين، سيلين اللي هو المكان اللي يتواجد فيه أيضا ثعلب الصحراء هو أرضية شنو؟ رملية. فصراحة يعني وبعدين فكرنا بالعديد من الأسماء، يعني أحد الأسماء كان تمرة تمرة وكانت هناك العديد من الأسماء منهم سريع يعني، بس احنا قلنا ان وايد الاسم عادي يعني وايد جنريك وايد استعمل، يعني حسيتها الاسم انا سامعه في مسلسلات كرتون وما شابه. لكن رملي
قلت اي والله رملي، احنا يعني تعال بالصحراء والصحراء فيها رمل، وتحس انه يعني فيها انتماء للارض اللي احنا فيها دوله قطر. الله يعني ربي لك الحمد، والله يعني دائما اتمنى دائما وابدا ان لازم دائما وابدا نبرز دوله قطر بافضل صوره، ونحاول من خلال هذه التميمه ان نقول للعالم كله في قطر لدينا تميمه جميله ورائعه تبرز حب، تنشر حب المعرفه للاطفال في مكتبه قطر الوطنيه. بمناسبه حب نشر المعرفه، شنو أهمية مثل هذه التميمة بالنسبة للأطفال بالنسبة للناس؟ مثل ما قلت لك يعني مهمة جدا، يعني أولا يعني أنا جميل جدا أنا أشوف مثلا أن أطفال، أنا كموظف في المكتبة أشوف في أطفال يجون شنو الكتب الموجودة عندك، يأخذ الكتب وما شابه ويطلع ربي لك الحمد، لكن أنا ما أبي بس هذا، أنا أبي ينحس أن المكتبة فعلا تتحول إلى هذه البيئة اللي تشوفها، الأم تتعرف على هذه الأم، الأطفال هذول يتعرفون على الأطفال، نكون بيئة عائلية جميلة في مكتبة قطر الوطنية خصوصا في مكتبة الأطفال، لأن إذا أنت أنشأته من الصغر على هذا الشيء أنت تنجح أن خلاص صارت بتصير حياة هم يعني جزء منها لازم يكون فيها مكتبة، وهذا اللي استهدفناه من خلال التميمة. التميمة هي مثل ما تقول المغناطيس اللي راح يجذب إن شاء الله وينحاول تشكيل هذه العائلة الجميلة في مكتبة قطر الوطنية بإذن الله. أيضا ودي أعرف عن الفعاليات اللي موجودة بالخلف، يعني أنا شفت الحفل كان ممتاز كان جبار، عندنا أيضا حفاليات فعاليات واحتفالات هني نقدر نشوف ترسي رسم وتلوين، فودي أعرف شنو هذه الفعالية. الناس تحسب بس أن أقرأ وأكتب وما شابه، لا، الطفل طبعا تعلم واستمتع، إحنا هذه نقطة يعني توجه وايد مهم عندنا في مكتبة قطر الوطنية، فأوكي يعني قعدنا استمتعنا، المسابقات كانت فيها حركة كانت فيها معلومات قدمت، وأيضا إحنا ما ننسى المهارات اليدوية سكيلز، إحنا الطفل إحنا ما نبي بس أن تعال وقرأ، أوكي إحنا نحب هذا الشيء، ولكن أيضا نبي يتعلم مهارات جديدة، علشان كذي حطينا اكتيفيتي بوك، علشان كذي حطينا اكتيفيتي بوك داخل كيس الهدية. الاكتيفيتي بوك بتعلم الطفل انه مو بس انا اقرا واتلقى المعلومة، ابي اشغل مخه ابي يبحث، وطبعا غير هذا المهارات اللي موجودة هنا تلوين، ترى هذه ترى الناس تحسب او قاعد يلون يسوي اي شيء، لا هذا سكيلز يتعلمها انه يمشي مع الخط ويحاول يسوي رسمة معينة، هذه كلها سكيلز تدرب عضلات جسمه، ويمكن ان شاء الله نطلع من وراهم فنانين رائعين ان شاء الله في المستقبل. وطبعا فيها صناعة الدمى، وعندنا التلوين على الوجه، طبعا في واحد ما يحب يلون وجهه، احنا ما لوننا يعني بس يعطيك الفرصه الحين. لا والله بفكر. الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ ابراهيم، ما قصرت حبيب قلبي، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، ولن اتمنى دائما نشوفكم هني بمكتبه قطر الوطنيه مكتبه الاطفال، وتنورونا دائما يا قناه الريان، بارك الله فيكم، دوم بيكم هني، ها دوم ان شاء الله، واحنا حاضرين ونلبي دعوتك باذن الله. طبعا نشكر الاستاذ ابراهيم البشري اخصائي معلومات اول بمكتبه الاطفال بمكتبه قطر الوطنيه، وناس ما تشوفون الاطفال حولي والسعاده اللي موجوده في الخميس الاخير، وحاليا هذا اللي عندي من هني من مكتبه قطر الوطنيه، وحاليا نتوجه بصوت الصوره الى زملائي في الاستديو. نشكر نديب قناه الريان الفضائيه مشعل حسن. مشاهدينا الكرام، اعلن السدره للطب عضو مؤسسه قطر عن اطلاق حملته التوعويه الجديده رعايه مبتكره لحياه مزدهره، وذلك في حدث شهده المستشفى الرئيسي للسدره للطب صباح اليوم، نتابع. وسط حضور عدد من كبار المسؤولين والأطباء، أعلن سدرة للطب عضو مؤسسة قطر عن إطلاق حملته التوعوية الجديدة رعاية مبتكرة لحياة مزدهرة، والتي تستهدف تعزيز الوعي بالتزامه الراسخ بدعم صحة المرأة والطفل في قطر والمنطقة، حيث تم إطلاق الحملة في فعالية حصرية لوسائل الإعلام جرى خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها سدرة للطب على طريق تعزيز الرعاية الشخصية القائمة على البحث، ومن ثم مساهمته في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الحملة اليوم، الفعالية اليوم لتسليط الضوء على الخدمات الكاملة والمتكاملة التي تحدث في سدرة للطب، زيادة الوعي أفراد المجتمع ووسائل الإعلام عن الخدمات الطبية المقدمة، كثير من الإنجازات حدثت في الفترة الماضية، وكثير من الأبحاث العلمية دخلت في الآونة الأخيرة وأدت إلى إحداث تغيير جذري في كثير من العلاجات، كل هذه الأمور وغيرها نرى أنه المجتمع لابد أن يكون معنا في هذه التطورات ويكون على اطلاع بالأحدث العلاجات الموجودة والمتوفرة في الدولة.
هذه الحملة التوعوية تأتي تأكيدا لالتزام سدرة للطب الراسخ بتحقيق أفضل النتائج الطبية للمرضى وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة للتميز الطبي، حيث لا يتوقف التزام سدرة للطب عند توفيره رعاية صحية متميزة للنساء والأطفال، بل يمتد أيضا إلى تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرعاية الصحية عبر بناء مستقبل أكثر صحة في قطر وترسيخ مكانة سدرة للطب باعتباره وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة. مشاهدينا الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فما الله، مع السلامة.